سيدي جميل تنظن باش نبداو هذا الحوار هذا تنظن ان المغاربه كلهم متفاهمين بعضياتنا على اساس اننا شعارنا الدائم اللي هو الله الوطن الملك. هذه وحده. جوج فيما يخص المقابله ديال البارح، انا تنظن ان وليد الركراكي دار ان جروب، الدليل هذا في التصريح ديالو انه قال رانا داير معاهم مع الجوج انهم خصهم يدخلوا، وعندك شي واحد من الصحفيين يشوفهم ويبدا يهضر شي لغه اللي ما عندنا ما نديروا بها. هذه وحده. المقابله بكل صدق وامانه كانت في المستوى العالي لدرجه ان وليد اللي هو رجل المرحله في هذه المرحله، رجل المرحله، وانا تنامن من زمان تنامن بمدرب مغربي، مدرب لما تنقولوا مدرب مغربي اللحم باش يخنز تيهزوه ماله، باش نكونوا واضحين بعضياتنا. غادي نعرج لواحد المساله اللي واحد المجموعه ديال الناس تيهضروا على حمد الله. انا تيبان لي حمد الله باش نكونوا واضحين بعضياتنا، حمد الله ما دخلش وسط الجروب، ماشي المره الاولى ولا المره الثانيه. انا لا اهاجم حمد الله، بالعكس حمد الله مزيان تنقولوش لا، ولكن ما دخلش وسط الجروب، لان الى لاحظنا بعضياتنا مثلا المدرب تيدير مثلا لي بالاريتي، لما تنهضروا على لي بالاريتي كاينين اللي على اليمين وكاين اللي على اليسار. دونك بالنسبه للمدرب تيكون ديجا تيكون الى ديزيني باش الناس باش الكواري اللي غيضربوا على اليمين غيضربهم اكس ولا يضربهم ايكراك، والعكس صحيح بالنسبه لليسار، الا كان غيضربهم شي واحد بيان سور تيكون ديزيني. كذلك لي بيلانتي دقيته اللي تتكون واحد الورقه اللي تكون بلانينغ، فلان غيضرب مثلا على الكوش، فلان غيضرب على الدروا، فلان غيضرب بيلانتي الى اخره. دونك بالنسبه لي انا راك انا متبع حمد الله، ماشي ما تبعوش حمد الله مزيان ما تقولوش لا، ولكن ما دخلش للجروب، لانه تنظن انا بالنسبه لي حمد الله عنده نفس العقليه ديال عبد ربه، وانا راك تحسن عبد الله حمد الله والله العظيم. وعلاش ما كملتش كورتي؟ لان انا كانت عندي عقليه ديوخ، هذا هو السبب ما كملتش كورتي. حنا دابا في هذه المرحله اللي تنعيشوا فيها تنظن شرفه باش نكون واضحين بعضياتنا، الراي البلاد فوقي انا، فوق حمد الله، فوق اكس وفوق ايكراك وفوق زد. البارح الى لاحظتوا ان المنتخب المغربي كله الى تي سانتري، كيفاش نقولوا سانتري، كلهم الدراري باقيين فروخه، باقيين فروخه، باقيين يقدروا يديروا بزاف الحوايج، ونقدروا حنا في لاكوب دي موند الى بعدنا من هاد اللعابه وبعدنا من وليد الركراكي كون على يقين اننا نزيدوا القدام. هذه وحده. جوج ربما حمد الله لا باردون كانوا داروا واحد كانوا داروا واحد الاستجواب مع حمد الله مع وليد الركراكي. الغريب في الامر ان الاستاذ سمع داك الشيء اللي قال وليد الركراكي حمد الله، وحمد الله ما سمعش، وهذا هذا بحد ذاته تيبان لي انا هادشي ماشي عادي. انا خصني نسمع الاستاذ عاد نسمع التلميذ، والتلميذ ما سمعش الاخر والاستاذ سمع له. ورغم ذلك وليد شنو تيقول؟ ان حمد الله ينوض يخدم على راسو، ولكن لقيته اللي غيدخل الجروب خصو يتادبط مع الجروب، خصو يتادبط مع الجروب. ماشي عيب انني نكون بلاصو، ولكن العيب هو اننا نخسرو لقيته اللي تتكون واحد الفو دو ماتش كما تيقولوا، هذا غيضرب اليمين، هذا غيضرب اليسار، هذا غيضرب البيناتي، سي با راه ما يبقاش زعم مع عباد الله. راه كاين شي حوايج سي حمد الله درتيهم
وكين لك كل احترام تارك مغربي ولدنا خونا حبيبنا تنقولوش لا، ولكن لقيت حد يدير ماشي السعوديه دير المغرب هذه ولا هذاك الفرقة اللي تلعب مع هذا المغرب راه فوق كل شيء. شكون واضحين بعضياتنا سي عبد الله؟ دونك حنا تنعرفوا حنا راه مغاربه وتنعرفوا راسنا، كاين واحد المجموعه ديال المسؤولين اللي هما تيكونوا مثلا الرؤساء ديال واحد المجموعه ديال النوادي، وتيبقاو يديروا يوف يدع يديروا واحد المجموعه ديال الناس باش يديروا دي فوكونت باش يبقاو يهضروا على ذاك الرئيس. حنا عايقين انه كاينين دي فوكونت تيهضروا عليك انت استاذي الجميل. حنا البارح تفاجئنا راه بالنسبه لينا انا بالنسبه لي الفرقه راه مقاده ناضيه، سي با لا بين باش يجي اكس ولا يجي ايكغيك ولا يجي زد، حيت البارح الى لاحظتوا كان واحد تريونغل، هذا لو تريونغل اللي هو حكيم زياش اللي هو داك الجوج اللي تيلعب في لارياج سي با كومون يسابيل، لانه ما رجعوش للماضي حيت انا قديم لقيت اللي تنقولوا قديم، تنهضر على بودرباله، تنهضر على دولمي، تنهضر على بو الحياوي، تنهضر على عطيف حمامه، تنهضر على خليفه، تنهضر على الحداوي الى اخره، واحد المجموعه ديال الناس اللي كانوا فاهمين شنو كانت العقليه ديالهم، الله الوطن الملك الرايه، هكا تتبان لي الامور. دونك الله يرحم الوالدين، انا الاوان اننا الرايه فوق البلاد، الرايه فوق البلاد. إذا بعدتوا هاد الناس وبعدتوا من وليد الركراكي كون على يقين اننا نزيدوا قدام. فيما يخص زوائر مثلا وليد الركراكي راه كان قال واحد الكلمه خاص ينوض حمد الله يخدم. اه تنقولوش لا. حنا دابا تنقولوا خاص واحد المجموعه ديال الاطر انها تنوض تخدم باش حتى هي تزاحم وليد الركراكي. حنا المرحله اللي تنعيشوا فيها دابا هي وليد الركراكي، لانه ما كاينش شي واحد احسن منه، حيث العصر ديال الزكي داز، العصر ديال الطوسي داز، دابا الان حنا كنا المغاربه خصنا نامنوا بوليد الركراكي. معلين انني تنقول جميع الاطر خصها تنوض تخدم باش حتى هي تولي الضاهي وليد الركراكي، ونوليو تفكروا بمدرب مغربي محض، مابقاش تفكروا في الكور، حيت داك الشيء ديال الاستعمار ما عندنا ما نديرو، حنا ديجا خدينا الاستعمار، خدينا الاستقلال، ما بقى عندنا حتى الاستقلال خصنا ناخذوه في كرة القدم، هذا هو اللي كاين الشرفة، وتحياتي للجميع، وما ديرش مني قل الصواب، ربما تنهضر بواحد اللغة اللي أنا دوزت شوية كرة، ما لعبتش سنيور، لعبت جونيور ولكن جونيور فور زمان في 80 و81، لان صعيب باش تلعب في الكاك ديك الوقيته مع مثلا البوساتي جمال حسين نافال نور الدين العامري عبد اللطيف حمامه خليفه، واحد المجموعه ديال اللعابه اللي كانوا كبار بزاف امبوسيبل باش تلعب معاهم، لان لاج ماشي هو لاج، انا من وليد 64 هذوك كانوا كبار مني بزاف، والان هذوك الناس الان بقيت نحترم هذوك الناس. علاش؟ لان كانوا علماء. رجعوا مثلا الرجاء كاين الويد كاين مثلا الظلمي، رجعوا الوداد كان عاد بزودرباله، رجعوا الزاكي اكيد له كل احترام. المهم كاين واحد المجموعه ديال الناس اللي حنا تنحترمهم وغنبقاو نحترمهم الى يومنا هذا. السلام عليكم.